انا قطرها جبتها لك بشحمها ولحمها. قولي لي بقى هتعملي ايه وهي هتقعد معانا لحد امتى؟ عشان انا زهقت منك ومنها ومني ومن ايامنا السودا اللي هنقضيها مع بعض يا حنتومه. بالراحه، لا يجرالك حاجه، انت لسه في عيد شبابي. ما هو انت يا حنتومه اللي معصباني وعماله ترميلي في بخور، هرتيني بخور وتقولي لي في كلام مش فاهمه منه ولا حاجه. يا حنتومه انا عايز المفيد. ده هي خلصانه على الاخر ومفيش منها خوف. اسكتي، ده انا اول ما وقعت قلبي وقع في ركبي، خفت احسن تكون حامل وتبقى ساعتها عقدتنا بشنيطه. بس يلا الحمد لله طلعت فاضيه في شنك. ست شو، انت رايده ايه بالظبط؟ فهميني انت يا وليه هتشليني؟ اقول لك طرت وقولي لي احلبوه. بقول لك عايزه الراجل، عايزاه ياخدني من ايدي، ياخدني من ايدي ونهج نروح في اي حته ان شاء الله اخر الدنيا. بقول لك ايه، الحجاب ده هيخليه ما يطقش فرشته ليله واحده، وبعديها هيجر ناعم على طول ويتمنى نظره رضا وقلب مخروط شوق. يا ست شوق، يسمع منك يا حنتومه يا رب. بيت يا سوريا، انت يا بيت ست مطر، ايه اللي معادك يا بيت هنا؟ ابدا، انا قلت يعني اريح شوي. وما ريحتيش في اوضتك ليه؟ يعني قلت اشم شويه هوا. انت يا بنت مش على بعضك ليه؟ انا ابدا والله، ما انا زي الفل اهو يا ست مطر. بقولك ايه، ما سمعتيش النهارده المعلم نوح بيتكلم مع براءة في اي حاجه؟ لو النبي ما سمعت حاجه يا ست مطر. اصل جاله تليفون كده وقام اتنفض وكان فرحان، مش عارفه حاسه كده ان الفار بيلعب في عبي. يكونوا شبت هيعملوا معايا الدنيئة. طب معرفتيش التليفون ده أصله إيه؟ طب وكان لازمته إيه بقى الحوار ده كله لما أنت ناوي تلمها في الآخر؟ ده شغل عتاق يا حمار. ما أنا كنت فاهم كده يا معلم، بس لما الموضوع يطلع على فشوش يبقى الحكاية فيها إنة. مش لازم الضربة نسيت، كفاية قوي إنها تدوش. منها الحكومة تنتبه له وتحل عن سمان احنا، ومنها هو يبقى مطمن لنا قبل ما يخطب رجله في الملعب. انت بتثبتني؟ بتثبتني انا يا معلم؟ بقى انا اقول لك مش هخليه يهوبها وانت تجيب ورا عشان تفتح له سكه؟ وليه ياد ما تقولش ان انا بحفر له قبره؟ ما انا قلت لك سيبنا جيب لك عجله. ما انت حاولت مره واتنين وانا قبلك. ايه اللي حصل في الاخر؟ ده قط بسبع ارواح، هو قام منها واحنا خسرنا نص المصلحه. طب ما ترسيني على اللي في دماغك، ولا انت لسه شايل مني يا سيد المعلمين؟ شايل منك؟ يا ده انت ابني حبيبي. ده انا نفسي تبقى كبير الناس دي كلها، وكمان نفسي ومنى عيني تبطل غشم ولعب ناشف وتبقى بقى حريف عشان تبقى هداف زي ابوك. طب ما ترسيني يابا على الخطه وريحني. مع انك ساعات بتبقى حمار قوي، انما برضه ساعات كتير بتعمل حاجات بتعجبني، واقول إنك بغشمك ده راسم الخطة معايا. قصدك إيه؟ رمانة. الله، هو الحوار ده وصل لك يا سيدي المزاج؟ مش مهم وصل لي إزاي، المهم إنه عجبني. أهو كده يا ابني، أهو كده، مش تقول لي ضرب بالحزام وعلامة في الوش، إيه ده؟ إيه ده؟ احنا يا ابني والعياذ بالله مش الحكومة عشان نعمل الكلام ده، لا لا لا، انت بقى تخش عليها بالهادي باللطيف بالظريف، وشوية شوية تجيبها على سنانها في صفنا، ساعتها تبقى انت ابن ابوك بصحيح. يعني ايه؟ يعني انا عرفت اجيب جول؟ ريتك تعرف تكرره تاني، وحط ايدك بقى في ايدي واحنا نحذف افادينا بره الملعب في غمضة عين. بس ده ما كانش يقولك زمان، كنت
طول الوقت عمال تقول لي بلاش نعمل مشاكل، بلاش عشان العمروتي باشا. وبرضه هقول لك كده، عارف ليه؟ عشان انت خفيف ومتعور في الوش. انا يعني لما بعوز اعور اعور في لا مؤاخذه حته من الدنيا وخلاص. ها فهمت؟ فهمت يا سيدي المعلمين. النوح المره دي فكر صح، انما لعبها بغشم برضه زي عوايده. كان فاكرني هبل قطاع. انت مش بتقول ان هو اللي بلغك بالكبسه؟ هو كان مين اللي بلغ البوليس عشان يعمل كبسه؟ هو قال لك ان واحد لعب بديله. الاخباريه في المرتين من النوح يا خال. طب النوح يعمل كده ليه؟ عايز يكسب بنت عند العمروتي. علشان كده يلزمنا الزياره للعمروتي. كده انت فندينا بصحيح. انتوا ناويين على ايه بالظبط؟ منور يا خال. طلبنا منك الدقة في التحريات، وانت اتكلمت بثقة اللي هيروح يجيب خميس وابو سنة بالبضاعة والفلوس، واللي حصل انك حملت الوزارة عملية تقيلة على الفاضي، واحنا ياما حذرناك من اندفاعك ورا مصادر غير موثوق فيها. حتى لو كنت واثق فيها لازم تتأكد ويكون عندك اكتر من مصدر. للأسف يا آسف العملية دي هتحط نقطة سودة في ملفك، علشان انا عارف اخلاصك وحماسك في العمل انا هكتفي بلفت نظر. ان شاء الله تعوضها. ان شاء الله يا فندم. تمام يا فندم. هو انت يا بنت كل يوم والتاني هتخترعي لي حجه تخرجي بيها؟ تكونيش فاكره نفسك انا فايز بتابوكي.
والنبي يا ست مطر ربنا يخليكي خليها اروح ازور عمتي دي تعبانه قوي والنعمه ما هتاخر. نعمه لما ترفاسك امشي يا بت روحي شوفي شغلك يا بت. هو انا ناقصاكي كفايه اللي فيا يا ستي؟ والله ما هتاخر بت. عارفه لو ما مشيتيش من وشي هخبطك بضيفنا فوقك. طب استهدي بس بالله انت قلبك طيب ما بيجيش على حد. الهي وانت جاي ربنا ما يرقد لك جت قادر يا كريم الهي انت براءه يا خلاص يا بت خلاص انت هتشحتي يا بت. طب قولي لي يا روحي وانا مش هتاخر. طب افرضي خلقتك دي اهو. بقولك ايه؟ نعم. سألتيلي على الولاية اللي قلتلك عليها؟ ولاية؟ ولاية مين؟ الولاية يا اختي بتاعت الاعمال. مالها؟ عرفتي يعني اسمها ايه؟ ساكنة فين؟ والنبي سألت يا ست مطر بس ما عرفتش اوصلها الصراحة يعني. طب اسمعي يا بت هو انت بتفهمي يعني في الحاجات دي؟ امال ايه؟ انا بفهم مين اللي بتشتغل الناس من اللي سرها باتة. طب بقولك ايه؟ انا عرفت واحدة كده يعني وعاوزاكي تيجي معايا. طب بصي لو خليتيني اخرج دلوقتي انا هروح معاكي وقت ما انتي تعوزي، ايه رأيك؟ ماشي يلا غوري. بالاذن. والله يا حاجة صحانة من صباحية ربنا عشان نلف السوق ونشتري هدوم وحلويات وعصير وناخد الحاجات دي كلها ونوديها عند فوتنا في المستشفى. شكله كده يا حاجة مهتم بيها زيادة حبتين. دفع لهم فلوس؟ ها؟ زوز. هو يا حاج اول ما دخل خرجنا بره وقعد معاهم. انت هتستعبط؟ انا ما احبش كده، اتقوا شري. بصراحه يا حاج احنا بنجري نقل لك اخبار افندينا عشان حضرتك قلت لنا ده في مصلحته عشان لسه خارج للدنيا. وبصراحه كده يا حاج احنا بنعمل الحكايه دي يعني واحنا متقدرين قوي. وانا بصراحه بحب افندينا قوي قوي قوي. تفتكر يا حمار انت وهو هتحبوا ابني اكتر مني؟ الحاجه بتقول لك حمار. ولا مش انا قلت كده يالا؟ هو انت قلت حاجه؟ هو انت اساسا حكيت للحاجه حكايه الفلوس اللي دفعها في المستشفى؟ هو دفع فلوس المستشفى؟ هو احنا يا حاجه ما اتكلمناش في الموضوع ده خالص؟ لا ما اتكلمناش في الموضوع ده خالص. مش بقول لكم بتستعبطوا؟ هو سيء علينا يا حاجه، سوء علينا. ودفع ايه كمان؟ ابدا يا حاجه يعني مبلغ صغير كده تحت الحساب. هو كان موصي حسابات المستشفى ان ما ياخدوش منهم ولا مليم ولما تخرج يكلموه يروح يحاسبهم. وبعدين بقى بيدفع لها فلوس مدرستها وقلنا مساعده لكن يجيب حلويات ويروح لها كل شويه ده اللي ما يتسكتش عليه. ايه يا فندينا ما ترسلك على بر وتريحني. اكيد ليهم عيون بينا. الحقني يا باشا. انتي؟ ده انت جيتي لقضاكي. بتضحكي علينا يا بت؟ علي ما ينفعش كده، مش عاوزين حد يحس بينا. والمصحف يا باشا ما خبيت عليكم حاجه يا باشا، وحيد المصحف. بتضللينا يا بت، بتدينا معلومات غلط. انا قلت كل اللي سمعته وعملت كل اللي طلبتوه مني، اكتر من كده ما عنديش الصراحه يعني. امال انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ خفت يا باشا، الفور بيلعب في عيبي. انا اول ما عرفت اخلع خدت ديني في سناني وجيت جاري. ما تقول لي ياسر بيه. طب انت اهدي كده وقولي. اصل كلام المعلم النوح الصبح خوفني. قال لك ايه؟ قعد يقول كده كلام ما فهمتوش ويضحك بصوت عالي ويلمح ويلقع. خفت. عملت حسابه طلع صح. معقول يا باشا؟ معقول النوح يلعبها كده؟ هي ما تتلعبش غير كده، ده قانون يا علي. لا مؤاخذه يعني يا باشا، انتوا بتقولوا ايه يعني؟ اصل انا مش فاهمه يعني. رسوني على بر. النوح رمى المعلومه لسوريا عشان توصل لنا، وفي نفس الوقت رمى المعلومه لخميس علشان يأمن نفسه. البي عاوز يكسب كل الاطراف. ابن ال يعني ايه يا باشا؟ هو دلوقتي عارف ان انا شغاله معاكم؟ كل دي احتمالات يا سوريا مش اكيد. وانا هستنى لما تبقى اكيد وتطير فيها رقبتي؟ لا يا باشا احنا ما اتفقناش على كده، انا ملزومه منكم ولازم تحموني. الناس دي ما بترحمش، اقل حاجه عندها القتل. يا خسارتك يا سوري، ادي اخرك لما تصدقي الحكومه. حسبي الله ونعم الوكيل في الحكومه. حرام عليك والله يا خسارتك. يا بنت بطلي ند، بطلي ند بدل ما ارميكي في الحجز. يا باشا حرام عليك، بقول لك انا خايفه. انت هتستنى ايه اكتر من كده يا باشا؟ حرام عليك، انت بتعاملني كده ليه؟ ما تقول له يا باشا يكلمني بالراحه. اقول له ايه؟ اقول له ايه بس يا سوري؟ اقعدي كده وكملي كلامك بهدوء. ربنا يخليك يا باشا. والله يا باشا انت اللي بتعرف تجيبني يعني. يعني الصراحه حضرتك بتكلمني حلو قوي.
يا ريت تعلمه حاجه والنبي يا باشا. تعرف يا باشا انا ما بفهمش الا بالهدوء والله العظيم. انا اديك عيني، انا بقول لك يعني ان رقبتي هتطير والله العظيم. هو ما حاسس بيه، انا خايفه يا باشا. بس بدل ما اخدك من ايدك ارميك عند النوح بايدي. يا اخويا انت بتعاملني كده ليه؟ ها وانا كنت متجوزه ابوك ولا كنت هتجوز ابوك؟ بص روحي فجأة تعبت من المفاجأة. أنا مش أنا مش عرفت. ما شاء الله، أنت عارفة يا حبيبتي إن كل الرجالة المتجوزين هيحسدوني دلوقتي؟ طبعا. جمال وشعر ودلال وحلاوة، حلاوة بزيادة وخفة، وفوق ده كله بقى ما فيكيش اكتر حاجه بتخلي الرجاله المتجوزه تهرب من البيت. صوتك يا حبيبتي. طبعا الرجاله بتهجم البيوت بسبب صوت ستاتهم وزنهم، انما انا بقى في الجنه ونعيمها. هموت انا في السيبه الصلطه. يلا بينا. هوبا. عجبني كلك يا ولا، كلك عجبني، مفيش معلم يا ولا. اروح اجيب العربيه لحضرتك يا فندينا. انت لسه ما جهزتش العربيه؟ ما هم قالوا ان حضرتك نايم. مين دول يا واد اللي قالوا ان انا نايم؟ وانا بنام؟ لا اجري هتجيب العربيه. هوا ايه الحيوان ده؟ ده حيوان وانا بنام؟ معاش اللي يقول كده يا فندينا. المتر رضوان بيدور على معاليك. رضوان مين؟ بدران. بدران بيدور على معاليك. ده ايه الزريبه اللي انا وقعت فيها دي يا ربي؟ اقول له ايه يا فندينا؟ فندينا فوتنا. الحمد لله على السلامة. نورتي الحارة، كانت مضلمة من غيرك. منورة بيك طول عمرها. خرجتي امتى؟ النهاردة. وعاملة ايه دلوقتي؟ الحمد لله أحسن كتير، بس أنا زعلانة منك. حقك عليا، أنا كان المفروض أجي أستقبلك وأنت خارجة، بس والله غصب عني. خلاص مش زعلانة، كفاية اللي أنت عملته. طب أنت واقفة ليه؟ هتقعدي؟ أو يعني ادخلي جوه عشان ما تستهويش وتريحي. بس الحارة وحشتني قوي فقلت ابص عليها. يا تتوحش تتبص عليها. يا بنتي مش عايزه حاجه؟ لا ميرسي. وليها تاني كده؟ ميرسي. توب علينا ربنا. باي باي. بالعربيه يا حيوان. انا واتحبي برومانسي وبرقص مي ونسي. انا واتحبي برومانسي وبرقص مي ونسي. عبدو باشا انا بسال نفسي المكتب منور ليه؟ اتاري عبدو باشا قاعد فيه بقالنا كتير مستنيين الزياره دي. ربنا يخليك يا مرتي بيه، بس انت عارف ان زيارتي لازم تبقى عند اللزوم. بس انت اتاخرت علينا تو ماتش. والله انا جيت حسب الاوان ومتهيألي عداني العيب. الكابتن ابراهيم سعيد اهوت رجليه ما بتتقطعش عن المكان. وانا ويتنج فور الاوان. اما بقى بالنسبه للدكتور الهرده
بقى جاهز يا باشا وتسليم على المفتاح. الله عليك، رجع ليالي زمان. السياحة كلها اتضربت وما بقاش فيها غير اللوكل المحل يعني. أمال أنا جاي ليه يا سعادة الباشا؟ أنا جاي علشان أسلمه للي يستاهل، اللي يقدر تمنه. تشيل يا برنس. نشيل ومش هنختلف طول ما احنا ماشيين في الخير. بس قول لي مفاتيحه منين؟ لا معلش، قبل ما اقول اي حاجه لازم نتفق الاول على عمولتي. انتوا كلتوني لمؤاخذه قبل كده في عموله الكابتن ابراهيم سعيد. نتفق على عمولتي في الدكتور الهرده وبعد كده اقول لك مفاتيح. عليا حلفين، على قد ما انا فرحانه لرجعتك وشغلي معاكي، على قد ما انا مقهوره لشمعتك اللي انطفت. مكتوب يا بيسا، مكتوب ولا مفر منه. على رايك. نجمتنا عامله ايه؟ قلت غريبه، ايه اللي جابك لحد هنا؟ روحي يا بيسا خدي يوميتك من شلبي. هو احنا كنا لسه اشتغلنا يا كابتن؟ من هنا ورايح الالمونيا هتقبضيها مقدما، وكل ده عشان خاطر نجمه المحل الاولى. تسلم يا كابتن. روحي يا بيسا وخدي الشباب معاك. عينيا. يلا يا شباب. اكيد طبعا مجيتك لحد هنا مش ببلاش. انا مفيش حاجه عندي ببلاش، كل شيء وله تمن. المهم الشيء ده يستاهل تمن ولا لا؟ طب انجز يا اخويا وهات من الاخر. طبخه مستويه ومستنيه الاكال. دكتور الهرده. هرده يا ابو هرده؟ ماليش فيه. انا ماليش فيه وهو ملوش فيه وانت مالكيش فيه. احنا مجرد اسباب، والدكتور الهرده ملوش غير في الميه. مهمتنا القوميه انه بقاله في حاجات تانيه كتير، والميه ما بقتش تجيب همها. انت شايفه مصاريف المحل عامله ازاي، والسياحه اتضربت على الاخر يا نجمه. بقول لك ايه يا مال. اسمعي يا رومانا، قبل ما تقولي اي حاجه تزعلني، ما تنسيش ان احنا اتفقنا وان افندينا خلاص بلح، واللي جاي لازم يبقى احلى يا نجمه. ايوه بس انت عارفني. انت رومانا ميزان الجمال في المحل، واللي زي دكتور الهرده ده يتمنى نظره من عينيكي. وبعدين انا مش بقول لك اعملي معاه حاجه وحشه لا سمح الله، لا دي سكتي ولا دي اخلاقي ابدا. احنا عايزين نخليها اوبن بوفيه، اي حاجه ياخدها من المنيو، سيجاره حبايه، يرفع له خط يجي يطلب، احنا نشتغل انت تقبضي. شفتي اخلاق ارفع من كده؟ لو انت الصادق ما شفتش اوطى من كده. ميرسي يا روحي، اتفضلي يا حياتي. حجرين وشويه قهوه يظبطوا الدماغ بدل خبط السهر ولطشة الشرب. ظبطت الدماغ ووزن الكيف على ميزان المزاج، دي لعبتنا. خدي دي اضربيها بعدين. ايه ده؟ اللي جابهولي قبل كده كان لونه احمر. لا سيبك من الاحمر ده، خليكي في الابيض احلى. ده بتاع بلاد وده الاصلي. ده بقى يعمل ايه؟ يصفر الدماغ ويخليك تبداي من اول وجديد. خلاص هبقى اجربه. اما تعوزي منه بيقولي لي وانا اجيبه لك لغايه عندك بدل ما تروحي وتيجي. اللي قولي يا ماي فريند، بتشتغل ايه بالظبط؟ دكتور سنان. نعم. انا هنهزر؟ انا عقبال املتك سفير الكيف وراء النوح في كل خن، تلاقي بصمه ليا في كل ركن، تلاقي صوره ليا. انا بقى هوايتي انعش الدماغ وصفيها من كل زبالة الدنيا. عرفتي بقى انا بشتغل ايه؟ طبعا. ايه؟ دكتور سنان. سوريا
يعني لو قتلتك دلوقتي وتويتك الحكومة هتنفعك بإيه؟ بس هنا يا فندينا، هو ده بقى المقر يا فندينا. هو ده؟ ايوه. اتفضل يا برنس. رايح فين؟ هاجي مع جنابك. لا لا لا، انزل لوحدي خليكم. طب خد بالك من نفسك يا معلم. خد بالك، خد بالك انت من العربيه، بس اوعى تحكها زي عوايدك. ما انا عارفك غبي حك، وتوب عليك ربنا. خد يلا. النهار ازرق. وده شاطرة. نعم. بالراحة يا بنت، بتبولي كده ليه؟ بتعرفي تقري؟ ايوه. طب اقري اليافطة دي. دي ولا دي؟ اقري اللي فوق. انتخب المرشح المحترم بجاش المري رمز الوطواط. تعالى شاطرة. نعم. يا بنت بالراحة. مكتوب المحترم. ايوه. ورمز الوطواط. ايوه. تشكريني يا ابله. العفو. يا اهلا وسهلا يا فندينا. الوطواط. تخافوا عزيزة عليا يا فندينا. يا اهلا وسهلا. والله ما صدقت وداني انك جاي. يا اهلا يا اهلا. بجاش. معقولة يا فندينا؟ وشرفنا مقرنا المتواضع وماسونيا المحترم. مقركم المتواضع المحترم حسب امر اليافطة. اهو ده سونيا، اهو ده حبيبتي. ماله زي بيتك محترم. امال بقى محترم لما خطيت عتبته. ما شاء الله ما شاء الله. ايه بجاشي ده؟ ده انت بقيت ولا نجوم السيما، كل صوره بوضع. اهو كله اكل عيش يا فندينا، وانت السادق كله شمال. اكيد مجايتك هنا وراها كلام كتير يا فندينا. خدمه قصاد خدمه، والحساب يجمع. وماله رقبتي؟ في واحد يا بجاشي هديك اسمه، عايز اعرف عنه كل كبيره وكل صغيره، اصله فصله، يعني باختصاره بالبلدي عايز اعرف كل اللي تعرف تجيبه عنه. اسمه ايه يا فندينا؟ في حاجتين في الاول، الاولانيه سؤال والتانية اتفاق. اسمع كل اللي عاوز تقوله يا فندينا. تعرف ايه عن شوق؟ مين؟ شوق مرات الخيل. انت هتنح بقى وتهته من اولها بجاشي. هي كانت غزيت افراح وانت كنت بلطجي افراح، يعني لا مؤاخذه في ترعه موصوله ما بينكم. تعرف ايه عنها؟ كل خير والله. ومن ساعة ما اتجوزت الخال وهي في حالها، حتى الترعة اللي ما بيننا اتردمت. ماشي. طب وايه بقى حكايتها مع النوح؟ النوح بتاع الجمال. النوح بتاع الجمال، اسم الله عليك. ماله بتاع الجمال؟ ما هو كان زيه زي غيره، داير وراها وجه الخال وقش. دلوقتي جه وقت الاتفاق، الكلام اللي هقوله يا بجاشي هيفضل سر بينا، سر. وانت عارفني ما اكرهش في حياتي قد الخيانه، حتى لو تمنها رقبتي. ايه قولك؟ استبينا فندينا، قولي اسمه ايه بقى؟ ولا حبيبي العمروتي. يا
مالك يا بنت؟ بتخشبك انا ليه ولا حكي؟ ابص ايدك يا معلم، ابص ايدك على عيني وخليني امشي. اه لما انت يا اختي عارفه انك ما حصلتيش جريه عندي كنت بتلعبي بديلك من ورايا ليه؟ ها؟ ابص ايدك يا معلم، ابص رجليك والنبي. يا بنت يا بنت قومي، مش شايلين ذنب، انا مش قد، قومي الله لا يسيك، انا مش ناقص يا معلم. انا غلبانه وحدانيه وماليش حد في الدنيا ومش حمل اذايا. ومين جاب سيره الاذايا دلوقتي؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا بنت يا بنت انا سالتك سؤال ومستني ترد عليه. يا معلم اللي انا عملته ده مش برضايا. اه مين بقى اللي غصبك؟ انا مش قد الحكومه ولا الحكومه قدي. يقدر على القدره اللي ربنا. لا ما بنت يا بنت ما تخافيش، ما تخافيش، انا لو عاوزه تويكي كنت عملتها من غير ما حد يحس بيها، ولا كان في مخلوق هيعرف لك طريق جرن. يا معلم انا انت بس طيبه. اه طيبه، انت فاكراني ان انا راجل اهبل اتهطل على البنت اللي ضحكت عليه ولحست نافوخه بكام جلسة مساج وكام ضحكة ميصة وكام نظرة رضا. بس انت لو كنت بنت بصحيح كنت لعبت على الحصان الكسبان. يا معلم انا من ايدك دي لايدك دي واللي انت عايزه، بس ارحمني والنبي. الرحمة من صفات الخالق سبحانه وتعالى، مش من طبعنا احنا بني ادمين. انت عايز ده من ايه يا معلم؟ ولا حاجه، ولا اي حاجه، اللي انا عايزه انت عملتيه خلاص. يعني يا بنت انا اللي كنت بشغلك عند الحكومه عشان يوصل لها اللي انا عايز اوصله. بصراحه انت قمت بالواجب صح الصح، عشان كده انت تستاهلي مكافاه نهايه الخدمه. مكافاه؟ عشان تعرفي ان انا احسن من الحكومه بتاعتك. يبقى هتموتني يا معلم. هتجوزك. Thank you.